Ja, das stimmt. Wie denn so heute? Komm, hat ein بدي احكي لك عن عيد البربارة. البربارة قديسة بربارة كانت تؤمن بسيدنا يسوع المسيح، ولما آمنت سيدنا يسوع المسيح أبوها قرر أنه يقتلها لأنه هن بيعبدوا الأصنام، ما لازم تآمن بسيدنا يسوع المسيح. بس هي ظلت مصرة على رأيها أنه أنا بآمن بسيدنا يسوع المسيح، وهربت من أهلها وخبت بين الحنطة مشان أنه خلص أنه مصرة أنه تآمن بيسوع، وهربت. وبالأخير إلا ما شاف أبوه قتلها. يعني شلون بدي أقول لك؟ بعدين صار أنه صارت لنا عادة كل رأس الصوم نحتفل بعيد قديسة بربارة، ونلبس الأولاد الصغار ونلبسهم وننكرهم مشان انه يجوا يغنوا كل رسوم، يعملوا هاي احتفال القديسة بربارة. وكمان شلون يصير انه مثل تخويف للأولاد الصغار، او انه تلبسي وجه مخيف او شيء نخوف الأولاد الصغار بس مشان انه يعرفوا انه يصوموا. الصيام يبلش كل واحد كانون الاول، والعيد 25 كانون الاول ميلاد السيد المسيح. هاي احتفال القديسة بربارة على طول تكون بداية الصوم، يكون عيد الكبير أو الصغير بالسنة مرتين، العيد الصغير مثل ما عم بقول لك هلا بنهاية تشرين، وبيجي عيد الكبير صغار وكبار. في الصغار يتنكر، وهي على الأغلب شيء إنه الصغار أكترية الصغار، بس كمان الكبار تعرفي مشان يتسلوا إنه يتنكر ويجوا. يجوا مجرد إنه أنا بكون قاعدة بالبيت بيجوا بيغنوا الغنية هي نفسها بغنوها، وأنا بطلع لعندهم بعطيهم شو في عندي موجود. يعني اللي إذا عبارة عن سكاكر عبارة عن شو ما بدك إنه أنت تعطيهم، إنه خلص عرفتي إنه بداية صوم. يعني مثل قلك شوكولا أو شيء، وفي منهم إنه يعطوا مصاري بس إنه عبارة عن تسلاية. إحنا هاي عادات ورثناها عن الآباء والأجداد، وكل سنة عم نحتفل فيها مشان نعلمها لأولادنا مشان هن كمان يكبروا ويعرفوا انه هاي العادات ولازم يمشوا عليها. وكونه انه نحن كشعب آشوري معروف انه بحضارتنا وبتقاليدنا، ولازم نمشي على هالحضارة والتقاليد مشان نحن نعلمها لأولادنا من بعدنا. انه الحرب اللي اجت او الهجمة من داعش، وبعدين هجمة اردوغان لهون على المنطقة القوات التركية، كل شيء خف. يعني مو بس عيد البربارة، كل شيء خف، خفت العالم، صار في خوف. بس مع كل هذا نحن مصرين انه نقوم بهالعادات والتقاليد.